باش نرجعوا ولا باش نواصلوا نحكيوا على البوليميك نتاع سي نجيب بالهادي وتصريحاته التي اثارت الجدل من البارح لليوم. خليني نسمعكم ابرز ما قالوا البارح في التاسعة سبور. نبحرش فيه، فيه القرش، فيه الطيارات، فيه معناها الحريق، فيه جميع ما، فيه عطب نتاع البابور. احكي لنا شكون شنو عرضك في البحر، القروش والحريقه والكل، كيفاش فعلت معاهم؟ باه الحريقه ما عرضونيش، عندي زر ضربت فيها انا المسلك هذايا، ضربت فيه في 95 وهزوني باراليكوبتر خاطر البحر تعدى بالحريقه. يا خويا سوني با ما فوت، ماهيش غلطي، ربي عطاني طقس باي ما غير الحمد لله عليه. وبالنسبه للقرش، القرش القرش موجود لكن ما ظهرش. كيفاش تعاملت معاه؟ القرش أي. فما القرش اللي يدور، فما كذا، البلاصه هذيك فيها القروش، لكن انا كي تعديت ما جاش على حالي. واش باش نقول له؟ نقول له ايجا كوني، رافقني الطاقم تاع المنظمه العالميه هذه، توا الوزاره هذه World Open Water Swimming Association، هذه تخدم في الطيف نتاع السباحه اللي انا نقوم بها. انا سبحت 64 ساعه، قلت لك 64 ساعه 155 كيلومتر في 64 ساعه، يعني قداش في النهار؟ قداش من 50 اي اكثر 50 كيلومتر سباحة في النهار، أكثر 60 يولي. بالنسبة للنجاح هو أني خذيت أكبر تيار في البحر الأبيض المتوسط، هذا التيار اسمه ليكورون جينيرو، تعرفوه يدزوهم خاطر يهبط مضغوط، يهبط مضغوط فهمتي، ولا في قناة الإسقلية ويجي من الجولف دو مكسيك كأنك راكب على تران مش لعب فهمتي، ولا أنا وقت خرجت التسعة متاع الليل فهمتي وبديت نعوم، معناها حليت عينيا نلقى روحي في برتق ليبيا. راهو في الرياضة هذه فما قانون اسمه القانون نتاع الماراثون، الفلسفة نتاعه نون ستوب بصفة متوسطة. واحد كيتكلم يزمو يعرف القاعدة العلمية نتاع اللحية. علاش؟ نعلمكم اللي اللحية ما تطلعش وقت الإنسان يعمل مجهود، هذا راهي يعني قاعدة من نزاع، النزاع هي اللي قالتها، وأنا حجمت لحيتي قبل ما نخرج وخليتها وما طلعتش. دونك هذوما ابرز الحاجات اللي قالهم سي نجيب. دونك قبل ما نسمع وسام المرولي مع صاحبي بكر، تحيه جزيله للعادل بوهلي اللي كان يظهر لي عملوه في التمقعير الحوار. ما تنجم كان تعمل في التمقعير. دونك هذه المنظمه العالميه للسباحه في المياه المفتوحه يا رباب اللي قالت في بيان لها بيان مطول الحقيقه، لم اتلقى معلومات ما قبل السباحه او ما بعد السباحه من نجيب الهادي او اي من افراد طاقمها والمراقبين. دونك هذه التكذيب، ما هو يحكي بلغه تقنيه فاست هذيك، والنزا قالت انه اللحيه ما طلعش. انا يعني كمذيع ما نجمش نحضرها في وقتها. النزا قالت واحد باش يدخل النزا يثبت اللحيه تطلع. انا دخلت شفت النزا كلام صاحبي الحجام خلي تطلع، حاطين كاس توس الحلاقه في النزا معلقينها، ماخذين كاس توس الحلاقه مدير النزا. دونك اظهرت انه سي نجيب الهادي الكلام اللي كان يقول فيه كذب، وأسامة المولي هو أول واحد نبهنا ربيك اللي هو أول واحد علق على الموضوع هذا. راح نضيف صاحبي بكر في قناة تونسنا ونسمعوا شنو قال جلوبال. كي تشوف شكل رياضي تفهم اللي عنده بوتنشيل نتاع 10 ساعات نتاع 20 ساعة نتاع 10 كيلو نتاع 20 كيلو أو نتاع 155 كيلو. حتى تجي تقول لي أنت عمت 155 كيلو في الشكل هذاك وفي السن ذاك وعديت أكثر من 50 ساعة أو 60 ساعة أو 70 ساعة نون ستوب وتقول نون ستوب، معناتها لي تخوا كومبوزونت هذوكم في ليكواسيون معناتها سان ساجوت با، معناتها امبوسيبل تنجم تستهتر الراي العام التونسي. وعندنا نحن أبطال بالكاليبر نتاع الملولي وبالكاليبر نتاع أون جابر وبالكاليبر نتاع غيرهم اللي موجودين في البلاد هذي وحيين ومازال عندنا راي تقييمي. أعطيني دي دوني نتاع جي بي اس نتاعك وهيك هو كيلها بالضبط وخرج في البحر قدام لاج غيبال. هذا كي تعمل 150 كيلومتر الساج نتاعك باللي باش تكون اكومباني ويبداو معك 4 باتو داكومبانيومون وبروجيكتوري تانستالي في لي باتو باش تعمل نافيغاسيون نتاعك في الليل ومعك توت ان ايكيباج ومعك ليكيبمون نتاعك ومعك الجي بي اس نتاعك اي اون سو ترومب. ومن الضربه الاولى نجح، معناتها ما عملش اون بروميير تونتاتيف دوزيام تونتاتيف تخوازيام تونتاتيف. يقولي سيناريو لم يتقن اخراجه وسيناريو فاشل. اذا كان لوبجيكتيف نتاعنا نصفقوا على بعضنا وانت صحيت وكذا واللي تقوم به وهم ونعرف اللي هو وهم ما نشجعك ماناش باش نتقدم وراه، باش نقعدوا نكذبوا على بعضنا 12 اور دو نوي وهو يعوم. ماذا بين نستفيدوا منه كيفاش يعوم هو راك هو راه ايش نقول لك؟ اسم نحطه كيما قلبي للبارح
راهو أسامة الملولي مرجع في تونس. بطلوا لمبي الراجل. بطلوا الراجل. اه فهمت. وش يفادلك؟ اونترينمون دنيا. زعبار قال لنا ندوش يدي تتهرب. والله العظيم. هو تخرج من نفخ. هو قال انا خرجت راقد من غادي خلط فيقوني قريب ندخل الاقليم. قلت له قلت له الحمد لله فيقول باقي روح بس في الهند الراجل. ورزموه وقالوا له في قرا يتخدم. شنو مرتك قالت لك صوفيا اليوم؟ قلت لي قلت لي ماشي لإيطاليا كمل يا عم قلت لي ما نبطاش سويعتين سويعتين ورا بعض الناس اش قلت لها انت نردي بالك نردي بالك من القرش وكاو قلت لها ليكم وصي علي لا وانا مرتي نعرفها مع القرش ما لا لا ولا بالحق ما يعمل لها والله بالحق بالحق وقالوا بنا ما عادش نستغرب بالك انا قص في البي وش صدق حلويس مع احمد الحفناوي في الاولمبياد المنتخب ايه معني تو انا عجبتني كلمه في الملولي برجو لي لازم نحطوا حد كيفاش للمجاملات الاستهتار بالعباد والاستهتار بالمستمع وبالمتفرج وبالدنيا هذه يعني فما قوانين وفما ضوابط وفما طب وفما فما اشياء والله شهيد وخ قولوا باهي السيد ما عنده تاريخ وكذا ونحترموه ونقدروه وما هو زاد عنده عائلته وعنده دار وعنده صغار وممكن يتغشوا كي يسمعوا كلامه ما زاد هما صغار ولا عيلته منا يحكموا فيه شو هي منا أنا كان جاب بابا كيف أمي ركبت أنا كان جاب بابا كيف في الراديو تقول راني 155 كيلو كتفوه احنا في الدار خليه شخر شكون جدا هذاك بابا مع الاتحب تخيل بابا خارج في الراديو تقول رقيت خذتني عيني في بونتالاري أنا خلط لهنا فيقوني شنو بابا عليك كمان بابا يجي كتب لك حاجة تكتبها لي مسوي لا بالحق معناته هو خلينا من العمر اخوي انا ريت فما عباد يهبطوا ويزي عمره ليه لا عمره لا ما فماش لا عمره شم جايبه ولا دومين ايش اخوي انت والله فيها بيس ننقدوا ننسالوا مش قاعده مش حاجه بالعكس مش حاجه خايبه ولا مشكلتنا اللي قالوا اسامه الملولي صحيح لانه بال ا بلس بي كذا غلط ولكن لو كان مش اسامه الملولي الوزارة كرمته وسائل الإعلام الكل هنيته وتهبط صار خبر وكذا كل العالم نستخدم كيف صار قايس احكي له عقوبات مش هذا يا بلال بلال مش هذا مشكلتنا وقت عاد فضيحة يا بلال خلينا نحكي في الواقع هذيك توز كيفاش وليت يعني كيفاش جد علينا الكل شد علينا السي في نتاعو القديم خاطر من دقه والقديم شكون قال لك صحيح للمنظمه والقديم ما متلاش بيه وسام الملولي تو نقول له يخرج المنظمه المنظمه هذه في السي تاعها هبطت له انجاز برك عام 95 ولا شنو وهكا قالت انا نعرفه في الانجاز هذا سينو ما عندي بيه حتى علاقه الحمد لله احنا عندنا انجاز اخر قلنا عليه هكا عام 95 93 ولا شنو حاسيلو المونت ولا شنو قال شكل مره جبت بط وهو يظل يتصور قال لك دخل جبت بط يعملوها في دحدح هذيك جبت بط تسمع الفيديو حس الموتور بتاع الفط وضرب وجايب معاه زكار وطبيب لي فهمت اكثر تاك باش اه صار هو جبت البطو صار البطو يخدم هو هنا حس بحكيوا لي اصدقائي في صفاقس وقت حب يعمل حكايه اللوت تذكرها ولا مشى دار هذه من جميع اصحابي صحفيين حاضرين غادي معناه بشي لم صحفيين بشي عايش بشي كركر اللود فهمتني ولا ما تكركرش خبت كركر اللود تلعب شيء معناته كلام هذا اللود كان هكا وخر التالي معناه بالمية رجع اللود قالوا له راك فشلت خليك شبعنا سب وروح خرجت سب ومسب وبنس كله روح على روحه ومنرفز كيفاش قولوا لي متى ملا ملا شوف اذير والله العظيم الموجود راهو مش 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 عيب راهو شوف شوف نجم يكون واحد كان عايش في وهم معين ولا كان عايش في طبقه معينه كما قال هو شوف لا شوف لي البحر تقابل وتحلت ثنيه في البحر صارت قبل مع سيدنا موسى نجم ما تعرفش بالك مش اول مره تصير هذه صارت قبل مع سيدنا موسى تنجم مع سيدنا ليش ومو كان مع النهضه ما تكون هي ربيب ربيب لو انت امشي امشي ربيب ما كنت انت المنشطه جي جيري جبت لك سيدنا موسى يا ربي عليه السلام هذا تكفير درجة أولى امشي عليه السلام يا أخي سامحني تو تنزل على الراجل ولا لا امشي حبيب أنت المنشطة أنت المنشطة معك زعبار المخرج تاعك فصيف يلا نمروا زعبار يا سيد المخرج ما تاخونيش ما تاخونيش ما تاخونيش قاعد نعمل فيه حركة لا إرادة لا حاجة احنا ولا هو لا احنا
اللي هذا ما انا يجي يحكي لنا حكايه ما كان يعمل انجيل. انا نتصور نتلهيو في حاجه اخرى نشوفوا ما كرمناش العلماء منهم الاخراني اللي صنعك لاباري اللي تهب من الهواء تهبط معه وناس يقبلوا فين في هارفارد ودنيا وقاعدين ما جبناش هذوك ما جبناش حبينا نجيبوهم مش في تونس ايش نوا ما جبناش والله يفضل اللي فما ديزيميسيون لهين بهم احنا حسيتنا تافهه ما نقولوش علينا كلمناه مش في تونس اللي هبلني في هذا كل اللي هذا كل انه انس جابر هزت قدم تيتر وقاعده تقدم وزاره الرياضه لعمرها هبطت تهنئه وهذا السيد دجال فهمني ولي والوزاره مشت تجري تجري تهبط باش تفهم انت وين عايشين فانا من فانا برا عايشين فانا بلاصه.